رفضت عوائل المفقودين في ناحية الصقلاوية الضغوط الرامية إلى إغلاق ملف المغيبين من خلال شمول ذوي المفقودين بالرواتب. هذه العائلات أكدت أنها ما تزال تأمل بعودة أبنائها. احنا أهل الصقلاوية من أهل المفقودين، احنا الطالب بزلمنا أخذوهم، وهسه جهات الحكومة تيجي تسوينا رواتب، احنا ما نريد نسوي رواتب لولدنا المفقودين، احنا نريد زلمنا لأن احنا ما نعرف مصيرهم، طيبين أم ميتين، احنا نريد نشوفهم قدامنا، إذا هم طيبين احنا نريدهم، وإذا هم ميتين ينطونا الجثة مالتهم تعمد نقطع أنفسنا من عندهم. أطفال يحملون صور آبائهم بانتظار عودتهم من غياب قسري بدأ في حزيران من العام 2016. الأطفال يسألون أمهاتهم متى نرى آباءنا، والإجابة تخنقها العبرة في ظل معيشة صعبة سيدها فقدان المعيل. حتى أطفالي مني يسألوني وين احنا، يعني نعرفه مفقود، فأتمنى من الحكومة إذا شافت يعني متوفين وهاي جيب لنا الجثث، وإذا هي تعرفهم وهاي يعني تظهر لنا إياهم، يشوفون إياهم، يشوفون يعني يشوفون هاي حالة الأطفال. إحنا من يسألون إن أطفالنا يعني أبوكم مفقود، ما قلنا ميتين يعني، وهسه يريدون يعني من عندنا نوفيهم، إحنا ما شفنا لا جثة ولا حتى نوفيهم. عائلة أحد المفقودين تضم بين أفرادها الطالب والمريض وأما بلا معيل أو عمل. هذه الأم لم تستجب للضغوط من أجل عدم التفريط بحق زوجها في الحياة. أنا زوجي مفقود وعندي أطفال اثنين مريضين، ابني وولد، فقدان الذاكرة، وأكو ضغوطات علينا، يقول تعرف رجالك أنا متحصل راتب، إحنا ما نوافق بهذا الشيء، نعترض، نتأمل من حكومتنا، ساعدنا بزلمنا بشوف تظهرنا ياهم مهين، ولحد الآن إحنا نتأمل زواجنا طيبين. ضغوط كبيرة تتعرض لها عوائل المفقودين هنا في الصقلاوية من أجل غلق ملف المغيبين. العوائل رفضت الانصياع لهذه الضغوط قبل معرفة مصير ذويهم. لقناة الفلوجة، سلام خالد.